الكتاب المقدس، ده عبارة عن رسالة ربنا ليك، مش ليك انت بس، ده ليك ولأي حد بيقراه. والكتاب ده هنعرف فيه قصة خلاص البشرية وحياة ربنا يسوع، وهو مش زي أي كتاب عادي، لأنه كتاب موحى به من الله، يعني مش هنلاقي فيه ولا غلطة. اتكتب من 40 كاتب في حوالي 1600 سنة. الكتاب ده بيتكون من جزئين، أولهم العهد القديم اللي بيقول نبوات عن مجيء السيد المسيح. معظم العهد القديم اتكتب باللغة العبرية، وأجزاء قليلة منه اتكتب باللغة الأرامية أو اللغة السريانية. العهد القديم بيتكون من 39 سفر، ومعاهم 7 أسفار قانونية محذوفة. نخش بسرعة على العهد الجديد اللي بيتكون من 27 سفر. العهد الجديد اتكتب كله باللغة اليونانية. العهد الجديد فيه الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل، 21 رسالة هنسردهم بالتفصيل بس بعد كده، ورسائل الجمع أو رسائل الكاثوليكون. العهد الجديد بيتكلم عن السيد المسيح من أول ميلاده وموته وقيامته. آية النهاردة بتقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر.